أولا بالنسبة التقرير يبين بوضوح بأن هناك هامش مهم من الربح يحققه الموزعون، والشيء اللي ينعكس على المواطن. بالتالي إصلاح صندوق المخاصة لم يكون مواكبا مجموعة من الإجراءات، مجموعة من التدابير الملموسة، تتبع ومراقبة الأسعار، علما أنه أيضا القانون 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يلزم الحكومة بتنسيق مع مجلس المنافسة اللي هو ما موجودش، يلزم الحكومة بأن تتدخل لتلافي ولوضع حد لارتفاع الأسعار. هادشي ما عملتوش الحكومة. اليوم تيبين التقرير بأنه هناك هامش من الربح كبير وكبير جدا، وبالتالي من المسؤول على هذه الزيادات؟ الحكومة في نظرنا هي المسؤولة، نظرا لأنها هي أولا هي من قامت بالإصلاح، ولكن هي أيضا من لم يقوم بما يلزم من أجل كما قلت المراقبة الفعلية للأسعار، واللي انعكست على المواطن واللي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وتتعرفوا إلى المحروقات، ارتفعت الأسعار في المحروقات، يعني المواد الاستهلاكية بجميع أشكالها سترتفع. كان لزوما ومطلوب منا أن نناقش ربما التقرير في أوضاع أخرى، ولكن كيفما كان الحال فالتقرير جاء في وقته ليوضح مجموعة من الملابسات، مجموعة من الاختلالات، مجموعة من المشاكل اللي كيعيشها قطاع ديال المحروقات، سواء فيما يخص الاستيراد أو التخزين أو التوزيع أو وضع كما قلت ضبط هامش الربح اللي كيخص الحكومة تراجع السياسة ديالها تجاه يعني الموزعين فيما يخص هذا الهامش ديال الربح.